أقول للشباب مع بالغ احترامي لهم ولحرقة قلبي أقول: لتكن عندكم غيرة أكثر في تبليغ عاشوراء الإمام الحسين صلوات الله عليه وتبليغ شعائره المقدسة. فاليوم يوجد قرابة أو أكثر من 3000 قناة فضائية في العالم، معظمها للكفار والمنحرفين عن أهل البيت صلوات الله عليهم ولأعدائهم. وهذه القنوات لا تنقل عن الشعائر الحسينية حتى ثوان معدودة، بل لا تنقل شيئا عن أعظم الشعائر الحسينية، وهو عزاء رقضة طويريج التي نقلوا أنها دامت 4 ساعات تقريبا، وهو عزاء يشارك فيه كل طبقات ومستويات المجتمع من المراجع والعلماء والشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية والتجار والكسبة والطلبة وعامة الناس، وهو عزاء عظيم جدا وفريد في التاريخ كله، بل لا يوجد مثل هذه الظاهرة على وجه الكرة الأرضية أبدا. فمن عليه أن يقوم بنقل وقائع هذا العزاء العظيم؟ هل الكفار والمنحرفون عن أهل البيت صلوات الله عليهم يقومون بذلك؟ الجواب: كلا، لأن أولئك يريدون القضاء على الشعائر الحسينية المقدسة، سواء بأنفسهم مباشرة أو عبر عملائهم أو عبر المخدوعين بهم، بالأخص ممن يدعي أنه يعتقد بمذهب أهل البيت صلوات الله عليهم. فاسعوا يا شباب الشيعة إلى تبليغ الشعائر الحسينية المقدسة لكل الدنيا.